يلا لا تتلهوا قوموا. شو ما سمعتوني؟ انتي شبك؟ انتي شو علاقتك فينا؟ نحن جوار السلطانة هيام، فهمتي؟ ولا تفكري انه نروح من هون. نسمة خانم لا تعانديني، لا تكوني ناوية تتمردي علينا، والله لخليهم يرموكي بالطريق. مو بهالسهولة. جنان ما عم يسمعوا مني، قال ما رح يتحركوا أبدا. إذا بتحكي بلطف بيردوا عليكي. فريال خالهم شو بتقصدي؟ يعني فعلا رح نروح؟ إيه مزبوط هالحكي، رح تروحوا، رح تضلوا لفترة بالقصر القديم، وبعدها رح ينهولكن شغلكن. يسعد صباحك مولاتي السلطانة، أنا تحت أمرك. أنت استنى برا يا سنبول. بتأمري أمر سلطانة، بحب طمنك إنه الجواري عم جمعهم مثل ما أمرتوا حضرتكم. ممتاز، قبل المساء بتطلعهم كلهم من هون إن شاء الله. بعرف شو عم بتساوي يا وئام، قالوا لي أنت المسؤول عن كل أعمال هيام الوسخة. سلطانة بس لا، وما وقفت القصة عند هيك، قال عم ترتشي من تجار السوق ومن زمان كمان، وعم تاخد من الكل أتوات. صدقيني هاد كله كذب وافتراء يا سلطانة. رشوة شو وأتاوت شو؟ أنا ما بعمل هيك شيء. لا بقى كذب وئام، أصحاب المحلات كلهم اشتكوا عليك. شوف هالورقة، كاتبين بهالورقة كل عمايلك. شو هاد اللي عم تقولي؟ لأنه عم برفض رشوتهم اتهموني هالتهمة الباطلة وعادوني يا سلطانة. إذا ما عم تصدقوني اسألوا أغوات السوق الشرفاء. كمان في شي تاني، الجواري اللي بالحرم لك اشتكوا عليك، قال صاير كتير يا وئام عم تتطاول عليهم. كله كذب يا مولاتي السلطانة، والله العظيم عم ينسبولي فخ. صدقيني. خليك ساكت يا حرس، خدوا لهاد وحبسوا بشي مكان، لازم يعرف إنه كل شي له حد. سلطانة صدقيني هذا كله كذب. امشي. أنا مظلوم والله يا سلطانة مظلوم، أنا ما سويت شيء من كل شيء عم بيقولوه. امشي. ست فريال شو يلي عم بيصير؟ هات احكي لي كل شيء. السلطانة ناهد دوران قررت اليوم إنها عمل الجوارية اللي مو مبسوطة من شغلهم، وكمان يلي تجاوزوا سن الخدمة رح تبعتهم على القصر القديم ويستنوا مين يتزوجهم. ولا وحدة بتتحرك من هون. بس يا سلطانة انتي سكري تمك احسن لك، ولا تخليني اشوفك، روحي نلعي من وشي. سلطانة انا اخذت امر. اوعك تغلطي معي، ناهد دوران ما فيها تقرر مصير الجواري اللي عم يخدموني، هدول الي وبيخصوني. بس في منهم مو بخدمتك يا سلطانة، أغلبهم عم يشتغلوا بالحرم لك. قلت لك ما حدا بيروح لمكان يا فريال، وإلا بهدم الحرم لك على راسك. كمان أخذوا وئام يا سلطانة، قال رح يطلعوا من القصر. أنا كنت متوقعتها تساوي هيك شيء. سلطانة هيام أكيد رح تروح لعن جلالة السلطان. خليها تروح، ليش لا؟ تنفيذ القوانين هو مسؤوليتي أنا وبس. بعدي سلطانة هيام لو سمحتي. بعدي من قدامي، بعدي. إذا بتريدي يا سلطانة هيام بعدي فوتي. بعدي من وشي لو سمحتي. الله يخليكي، أنت وحدة قليلة أدب. شوفي يا هيام ليش هيك معصبة؟ عاملة حالك ما بتعرفي ما؟ مين انتي لحتى تاخدي قرار بحق الجوارية اللي بخصوني؟ مسؤولة الحرم لك، أنا عندي الصلاحيات لأخذ أي قرار بشوفه مناسب، لتكوني مفكرة لازم أخذ الإذن منك. انتي شو عم تعملي؟ ناوية إنك توقفي بوشي؟ السلطانة الأم حاولت تساوي هالشي من قبل بس ما قدرت توقفني. ليش؟ لأنه اللي واقفة مو جارية، زوجته الرسمية للسلطان سليمان،
وما حدا بيتدخل فيني إلا السلطان سليمان وبس. أنت بالذات ما بجوز تعترضي، لأنه بالحرم لك ما في ازدواجية. أمرك ما بيمشي علي. إذا مفكرة إنك تقلعيني فجربي. شوفي شبكن، أنتوا على شو عم تتخانقوا؟ ست الكل، وضعك عم يتحسن كتير. أنا بعت خبر على كل مكان، الحكمة عم بيحاولوا يلاقولك دواء مشان الطيبة وترجعي متل أول وأحسن إن شاء الله. ألفت خانم، لا تتركيها بنوب، ست الكل بأمانتك وأنا ما فيني سلمها لغيرك. هذا شرف كبير يا مولاي. أنا مرتاح لأني بعرف أنك عم تهتمي فيها وما عم تقصري. وهلأ أجي الدرة خانو، رح تضل هون على طول وكمان رح تساعدك. وأنا كمان رح ضل إجي. درة خانم، إذا بدك أي شيء اطلبي مني ولا تترددي. مولاي السلطان الأم وجنابكن عفيتوا عني وما قصرتوا معي، شو بدي أكتر من هيك؟ مزبوط اللي عم تقوله هيام؟ إيه مزبوط، وقام أنا حبسته بغرفة لأنه ذنبه كتير كبير، حتى أنه مساوي شغلات كتير بشعة، قساوي، رشوة، دسائس، تهديد، وكل العالم عم تشتكي منه. وليش ما تكونوا أنتوا يلي عم تفتروا عليه؟ هالحكي مو من عندي جايبته، في شهود وفيك تسمعيهم كمان. الجواري شو ذنبهم؟ ليش عم تبعديهم عن هون؟ أغلبهم تجاوزوا سن الخدمة وصاروا عبء علينا. أنا برأيي أحسن لهم يروحوا ويتزوجوا بقى. مو انتي اللي بتقرري هالشي، هنن بخدمتي إلي، انا ببعتهم وقت اللي بدي. سلطانة حتى اسما بدهم يبعدوها من هون. اسما انا بوثق فيها كتير، صدقيني ما فيني امن على اولادي الا معها. هيام معها حق نهالدورة، وبظن هالقرار هاد مو من صلاحياتك، والجواري اللي بخدمتها رح يضلوا عندها. وضع الحرم لك تطلب هالقرار، بس مدام السلطانة هيام حابة يضلوا عندها خليهن عندها، ما في مشكلة أبدا. وقام حيضل؟ وقام لا، تهمته كبيرة وما فيني أعفي عنه. سلطانة هذا كله كذب، هي عم تعاقبه لأنه وقام محسوب علي. هيام روحي هلأ عجناحي. في شي بدك تقولي لي اياه يا درة خانم؟ العفو منك يا مولاي، انا ما عرفت شو هو الموضوع اللي حابب تاخذ معلومات عنه، ما فهمت عليك. ست الكل قبل ما تمرض كانت ناوية تقلي شغله، حابب اعرف شو هذا الموضوع المهم اللي وصلها لهي الحاله، قلت بلكي في عندك معلومه تفيدني. رحت مشان احكي لها شو صار معي، ضربتني كيف قبل ما افتح تمي بكلمه. وليش ضربتك؟ هي طلعت بتعرف كل شيء، يعني عن علاقتي مع إبراهيم باشا. مولاي ما عندي معلومات منوب، لأني وقتها ما كنت هون. أنا بعرف بقصة قطاع الطرق، أكيد بتكون زعلت عليكي، بس ما بظن إنه هذا الشيء اللي كانت راح تقوله هداك اليوم. درة خانم، إذا عندك أي معلومة ومو رضياني تحكيها بتكون خطيتها برقبتك. أنا طول عمري بخدمتكن وبخدمة السلالة العثمانية، ممكن أني كون قصرت يا مولاي،
بس والله أنا بحياتي ما خنتكن، وكمان أنا بحلف لكم إني ما عملت أي شيء سيء لفخامتكن أبداً. ما عندي شك بهذا الشيء، وإلا ما كنت رجعتي على الأزهر. أنا سؤالي بخصوص شيء محدد، شو هو السر اللي بتعرفه أمي؟ تجاوزتي حدودك ناهد دوران. إدارة الحرم لك مسؤولية كتير كبيرة، لازم تعرفي قيمة هالمسؤولية هي، والمفروض تكوني عادلة. خير يا سلطانة؟ مو ملاحظة أنك صافي مع هيام؟ انتبهي منيح على كلامك. أنت شلون بتحكي معي هيك بهالطريقة؟ وجود مصطفى هو اللي عم يخليني اسكت، بس صبري ممكن يخلص. بعتذر يا سلطانة، هيام وترتني وطلعتني عن طوري. أنت ما بتعرفي أنا شو صاير فيني؟ أمي وضعها كتير صعب وأنا ما بعرف شو مصيرها، وإبراهيم مو موجود، هو بالحملة هلأ وما بعرف إذا بيرجع لي ولا لا. أنا مو فاضية لمشاكلكم ناهي الدوران، لا تفتعلي مشاكل، مفهوم؟ فاطمة، مولاتي السلطانة، روحي لعند وئام وجيبي. يا ترى شو رح تكون عقوبته سلطانة؟ اسكندر شلبي باشا. شو في يا جلال زادة؟ انتو طلبتوا نسخة من الاتفاقية اللي عملناها مع النمسا. ها، شكرا كتير. حضرتكم بتأمروني بشي تاني؟ شكرا يا جلال زادة، فيك تمشي. حراس، خبروا لمولاي السلطان انه بدي اشوفه، الموضوع كتير مهم. كيف صرت اليوم مولاي؟ أحسن يا مصطفى، الحمد لله الله عفالنا ست الكل، وقريبا رح ترجع مثل الأول إن شاء الله. مولاي يمكن هلأ مو وقته، بس شوفي لو سمحتولي أنا حابب التحق بحملة إبراهيم باشا، هالتجربة لازم خوضها. إبراهيم صار رح يرجع، وإن شاء الله بتروح معه بحملة تانية. طيب إمتى أنا بدي روح على المنسة؟ كنت قايل لي إنه بعدين منحكي. مولاي، جناب الأمير، إجت السلطانة هيام. خليها تفوت. مولاي من بعد إذنك. أمير مصطفى. مولاي. قربي هيام. شو فيه هيام؟ شو صاير لك؟ ناهي الدوران ليش هون سليمان؟ هالسؤال شو مناسبته؟ ما لازم تضل بالقصر، مصطفى كبر مو هيك؟ ايمتى رح تبعته على السنجق؟ بلا لف ودوران وقولي لي شو بدك. كذبت على جلالة السلطان وكله بسببك. شو صار؟ سألني شو السر اللي عرفته السلطانة الأم، بده مني أي معلومة. قال لي إذا بتعرفي وما بتقولي هتكون خطيطة برقبتك. تمنيت لما سألني هالسؤال إنه تنشق الأرض وتبلعني وقتها. حطيتيني بموقف محرج يا فريال. أنت اطمني يا درخانم، السلطانة خطيطة برقبتي. حرقتي قلبي عليها، وكمان على الولد اللي ببطنك. لكن ما فيك تضلي هون، انتي اكيد ما رح تقدري تخبيه. بس انا رجعت لهون مشانك. اوعك تولدي هون، فهمتي؟ لازم تروحي قبل ما يكبر بطنك. ليرجع الباشا بالاول. لسه عم بتقول ليرجع الباشا؟ ليش معروف امتى رح يرجع؟
لا تفكري تستني ابدا. يا ريت لو فيني روح، انا وقعت هلا بين نارين، من جهه السلطانه هيام ومن جهه ثانيه السلطانه ناهد دوران. مو مهم يا فريال، انت التهي بشغلك. أساس ما بدها تاخذ قرارات إلا بخصوص الحرم لك، وعلى أساس ما رح تتدخل بولادي. أنا مو حابب اسمع شي يا هيام. مو أنت قلتي لي ما بقبل وبعمل اللي بدي إياه؟ هلأ فيكي تعملي اللي بتشوفيه مناسب، تصرفي التصرف اللي بدك إياه، بس تحملي مسؤوليته، وهالشي بينطبق على ناهد دوران. ما تزعل مني إني شغلتك بأمور سخيفة وضايقتك، أنا بعرف إنه مو ناقصك هموم. نطلع على الحديقة الخاصة، نتمشى شوي، نركب على حصان. مولاي شوفي، اسكندر شلبي عم يطلب مقابلة فخامتكم وعم يقول الموضوع كتير مهم. خليه يفوت. هيام روحي هلأ وبعدين بنحكي. شو صار؟ السلطانة هيام بعتتكن تاخدوني؟ وين هي؟ وئام لا تتأمل على الفاضي، حتى السلطانة هيام ما فيها تخلصك. روح من هون يا إبليس، أكيد ما خبرتوها، لو عرفت مستحيل تتركني. خدوه. شو عم يصير؟ لوين أخذيني سنبول؟ اليوم رح تتعاقب يا وئام. رح ينفذوا فيك حكم الإعدام ورح يقطعوا لك راسك. أنت شو هاد اللي عم تحكي؟ والله حرام، أنا لساتني شاب، أنا بأول عمري. وأنا قلت لهم هيك، ترجيتوني سامحوك، قلت لهم لساته شاب، بس ما ردوا علي. يعني مشي الحال. يا حسرتي عليك، يا حسرتي على شبابك. رح يقطعوا لك راسك. برأيي ما تقعد تبكي وتنوح، الحكم بالإعدام طلع ورح يتنفذ. أنت اطمن، أنا رح أستقبل الموت وأنا راضي. يلا. مشان الله لوين أخديني؟ مشان الله استنوا يا حراس، حرام عليكم. امشي. ليكون وصلنا على الساحة، ليكون وصلنا. لك شو صار؟ على أساس بدك تستقبل الموت وانت راضيان؟ من لما غمضوا عيوني بهلق ماشي، نهارت معنوياتي يا واطي يا قليل الوجدان. امشي قدامي. الله ينتقم منك. شو صاير يا سنبول؟ ست فريال الله يخليك، شو في حدا يخلصني؟ قال بدهم يقطعوا لي راسي. كيف؟ وأوامر مين هاي؟ لا تعذبي حالك يا خانم، الحكم طلع، بدهم يقطعوا له راسه وهيك اريح للكل. خلص راحت عليك يا ويام. يلا امشي، الجلاد كاظم عم ينتظرك. كاظم ما هيك؟ فو الله يبعث له بلوه ان شاء الله، هداك اليوم كان اخو مريض، بعثت له حكيم من القصر. فو عليها الواطي. ست فريال خبريها للسلطانة ويام وخليها تيجي تخلصني مشان الله. الله يمشي. يلا خلاص حاجة تبكي، شو هاد؟ سنبول الله يخليك اتركني، ليك أنا معي ذهب كتير بعطيك ياهم كلهم. يا سمعتوا بأذانيكم يا حراس، لساته ما تاب، عم يعرض علي رشوة. شو يا زلمة، هي هدية والله، ولكم كمان بعطيكم يا حراس، معي ذهب كتير أنا. وقف وقف وقف، وين مخبيون للذهبات وياهم؟ لا تكون مفكر إني غشيم وغبي، إذا تركتني بدلك على مكانهم. وشو بيعرفني رح تعطيني؟ بركي فكيتك وهربت. يا بني آدم شلون بدي كذب عليك وأنا رايح على الموت؟ أول شي بتقول وين مكان الذهبات؟ إيه بموت ولا بقلك.
اطمن اطمن رح يتنفذ الحكم. الله يهدك ويخفيك يا سبول. يلا هاتو اتركني. امشي اتركني. الله يوفق. الله يخليكم اتركوني. لا تعملوا فيني هيك يا شباب، والله حرام عليكم. لسه ما شفت شي من الدنيا، والله لساتني باول عمري. اركع اركع. بدي احكي مع كاظم اغا كلمتين. وينو كاظم اغا؟ كاظم اغا شو؟ السلطانة هون. عم تقول السلطانة؟ سلطانة هيام. الله يوفقك. خلصي مولاتي السلطانة. وقام سنبول انت امشي. أمرك يا سلطانة. وقام انا سامحتك. الله يوفقك ويخليك يا سلطانة. الله يعطيك اللي ببالك. سامحتك بس في عندي شرط. اذا شغلة فيني اعملها. ومعقول ما تعملها؟ مو على كيفك يا وقام. مزبوط. ليش مين انا؟ مولاتي. مولاي، أنا درست المذكرة يلي بتتعلق بتوقيع الاتفاقية مع النمسا، وشفت إنه من الضروري إنك تشوفها. هالإمبراطورية العثمانية العظيمة أنا بوجهها. كل إنجازاتي خالدة ورح يتذكر التاريخ، لأنه أنا هلأ بمكان بمتلك كل مصادر القوة. أنا بعين كل أركان الدولة وبعين كل الوظائف الرئيسية فيها. يلي برضى عليه بيعتبر حاله مقبول أكيد، أما يلي برفضه أنا فهو مرفوض لو شو ما عمل. لازم تعرفوا حتى أوامر جلالة السلطان سليمان بدون موافقتي ما بتمشي أبداً، وكل الأمور يعني موافقتي أنا لازم تكون أهم شيء. تذكروا هالشغلة مولاي. مثل ما بتعرفوا ما في بالعادة اشتكي على حدا لفخامتكم، بس الكلام يلي قريته خوفني. سامحني على الكلام يلي بدي أقوله، بس من الواضح يا مولاي إنه الباشا عم يساوي حاله مع حضرة جنابكم. يعني إذا حكى بهي الطريقة قدام السفراء ما ممكن يعطي صورة مغلوطة لعدونا يا مولاي السلطان. أنا فهمان قلقك يا اسكندر شلبي، لا يكن لك فكر بنوب. أنا أعطيته كل هالصلاحيات للباشا مشان مصالح الدولة العالية، في ياخد كل التدابير بدون ما يرجع لي، وفي يحكي باسمي. قراري هذا موجود بسجلات الديوان. أنا ما بريد أتجاوز حدودي مولاي، بس إبراهيم باشا عامل عرش جوات قصره مشان هيك لقاءات. مين من حقه يعمل هيك شيء إلا جلالتكم؟ أنا التقيت مع كاتب الديوان جلال زادة وقال لي هذا الشيء، وكمان قال لي شغلة تانية. قال لي إنه في تماثيل لأسود على جوانب العرش. إذا ما في شيء تاني فيك تمشي. لسه ما قدمت لكم معلومات حول الإصلاحات ببورصة يا مولاي السلطان. بعدين بنحكي. مثل ما بتأمروا جلالتكم. وهلأ اسمح لي. أسماء. مولاتي السلطانة. إجاكي خبر عن وئام ولا لا؟ لسه ما عرفت عنه شي يا سلطانة، بس الجواري اللي بيخصوكي رح يبقوا هون. هنن أكيد رح يقلعوا من القصر. لازم نساوي شي بسرعة. وئام؟ سلطانة. قلي شو صار معك؟ الحمد لله السلطانة سمحت لي إني يبقى. ها ايه، وشو كان المقابل؟ طلبت اني راقبك وصير جاسوس.
وانت اكيد قبلت. مع الاسف كل يوم بدنا ندور على كذبة جديدة. صار الوضع سيء، الأمير مصطفى لازم ينبعث على السنجق بأقرب وقت. هذا هو الحل الوحيد لنخلص منهم بقى. وطبعاً بس مصطفى ينبعث على السنجق ساعتها أمه رح تنجبر إنها ترافقه. مولاتي هيك موضوع بيرجع للسلطان، يعني الموضوع مو بإيدنا. أنا رح دبرها بس ما عنا غير هالحل لنخلص من الأم وابنها، ومو بس منهم كمان إبراهيم. كأنه مرق أكثر من سنة. لو تعرف قديش اشتقت لك. فرحت لأنه رجعت. أنت عمري وحبيبة قلبي. أكيد بدي أرجع لو كنت بآخر الدنيا. أجمل سلطانة بالعالم كله أنت. أكيد بدي أرجع لفرحي وحزني وعشقي وأجمل سلطانة. ما في شيء ممكن يبعدني عنكم، لا البحار ولا الجبال. أكيد بدي أرجع لكم بالآخر لو شو ما صار. درة خانم على مهلك والله هبطي لي قلبي. إبراهيم باشا رجع. عن جد عم تحكي؟ وينه؟ إمتى رجع؟ السلطانة خديجة راحت تستقبله. شو عم تستني؟ يلا وأنت كمان روحي استقبليه. استغفر الله العظيم. طمني درة خانم، أكيد بس يدري الباشا أني حامل، رح يلاقي شي حل هالموضوع فورا. لك أنت شبكي فريال، لا تكوني نسيتي شو بده يعمل. صدقيني بس يدري بوضعك رح يأمر بقتلك من دون ما يرف له جفن. لا ما تحسنت، وضع لساته على حاله. السلطان ما خلى حكيم إلا وجابه ليشوف حالتها، بس ما حدا قدر يداويها. مو طالع بالإيد شي، المهم إنك تضلي قوية، ولازم إنك تصبر كتير، وندعي رب العالمين إنه يشفيها. خلي إيمانك بالله كبير، الله كريم. كيفون أولادنا؟ شو ما اشتاقوا لي؟ أنا اشتقت لهم كتير. هن كمان كانوا ناطرينك لترجع. يلا خلينا نروح. لازم شوف السلطان بالأول. إذا بدك تعي معي على القصر وبس نخلص ونرجع سوا، شو رأيك؟ جناب اسكندر شلبي. بالإذن. لازم تروح على القصر الرخامي لأنه السلطانة ويام طالبة إن تشوف جنابك فورا. وصل للسلطانة احترامي، أنا رح كون بانتظاره.
إبراهيم باشا رجع يا سلطانة. أكيد هلأ رح يمنعوا للأمير مصطفى من الروح على السنجق. ليش لحتى يمنعوا؟ بالعكس هو بده إياه يروح، خاصة مصطفى إذا استلم السنجق رح يصير أقرب ليستلم العرش. إيه بس يا سلطانة نحن لازم. بعرف، خليه، وقتها رح يظهر كمنافس، يعني أي غلطة منه رح يدفع حياته وثمنه. بعدين ماني قدراني أتحمل وجود ناهد دوران معي بالقصر. إيه الحق معك، هي فعلا ما بتنطق بنوب. دريتي إنه ما عطتنا رواتبنا؟ الجواري كتير انزعجوا والمصاري كلها عم تصرفهم على شغلات فاضية، شي على المجوهرات وشي على قماش الحرير والفرو. صرنا مكتسين بالحرم لك شوالات من هاي البضاعة يا سلطانة. يعني أنت لأمتى بدك تضلي ساكتة يا مولاتي؟ بدنا نستنى، هذا كله حيكون لصالحنا.